نائب محمد بول الشيخ محمد فاضل حس قبيل بوعكة صحية مفاجئة، وهاي الوعكة فرضت عنه لابد من يتم نقله شور المستشفى ونجابه المستشفى القلب. إذن الأمور اللي هي الوضعية الصحية حاليا فات عدل شمن الفحوص ومازالوا لشمن الفحوص لغير مصرين مولي يعني لو فاتي المرحلة وإذا فعلا عنه التقييم فيه للأطباء عنه يرتد شور السجن، ومازالت فحوص أخرى كانت يلا تعدل وقالوا عنها ما هي جاهزة حاليا من هو إلى الثلاثة. والله تقييم من الناحية الصحية، من الناحية الطبية، من ناحية الوضعية، تقييم للأطباء من أهل الاختصاص، غير ما يلا تلوحهم الأوامر، والله يلوحهم مستوى الضغط في عود رقاج ووضعية صحية إذا كيفتها يهمهم هم اللي عنهم يعودوا لا يحاولوا يطرسوا على عجلة ياك يمشوا به وردوه ويمشوا به وردوه ويستخرجوا الصبح. هذا واللي بقينا نبهوله. الوضعية حاليا ذهي أموره طبيعية حسب المعطيات، فحوص الأولية الحمد لله جيدة. خلال هذا تصريح بقيت نطمن الرأي العام الوطني ونطمن المتابعين ونطمن أنصار النائب محمد بول الشيخ محمد فاضل على وضعيته الصحية، عن الحمد لله استقرت الوضعية حاليا ومتابعين القضية بذاك اللي تتطلب، سواء ما في تصريحات، سواء مؤتمرات صحفية، سواء الاحتجاج. إذا الخيارات كاملة كما كانت مفتوحة ما زالت مفتوحة. دور عود هم مؤتمر صحفي قريب إن شاء الله حول الوضعية، طالع عنه دور يكتمل من بين هون حدود يوم الأربعاء إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.